بعض الناس يسمع لأهل الباطل عن المسلمين وعن الإسلام، لماذا لا يأتي إلى المسلمين ويسأل عن الإسلام ماذا فيه، ينظر كيف حال المسلمين، ينظر إلى صلاتهم إلى عبادتهم، يعبدون من؟ يعبدون رب واحد. Nada nga lama dua penjo gimora mara Islam kiko penjo ak mufu maonge die ko Islam ka gi do penjo gimora mara chuno nyaka gi penjo ak mangi elimu jok ma jo Islam gi penji mam gi penna mondo kon gi kendo do arno do gengi kana jo Islam bedo kana gi timo ibada gi gimora mara idha arat mathalan ana asal ank ant kapo nono ni adu aro monda penji gimora ate ilaik abiru iri ate ila baitik abiru odi. إذا أردنا نعرف ما هو الإسلام نأتي إلى المسجد. كابونان وادو أنيو جماعة إسلامين وادي مسجد. ننظر إلى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. وادي وابينجو كنوا نينو كاجي مومندو مندو كونوا جماعة إسلامين. لماذا نسمع للدجالين الكذابين الذين يكذبون على الإسلام؟ أنومي وابدو وامور جيك موينجو كم جوك ما جو مفوه جوك مكونيو ليكم مريء about Islam. إذن لابد أن نتعرف على الإسلام. شنو أنيك وانجي إسلام وصوم إسلام. ندخل المساجد وننظر ماذا لديهم، نقرأ في القرآن. وذي مسكيت وذو أنيك ما كمري مسكيت وذو صوم قرآن. لأن أهل الباطل لا يريد أن أحدا يدخل في الإسلام. نكيس جوك ما جوك جو ما كفيري أقدوار نمون أقدون إسلام كروم يجي كثو ويجي ماجي إسلام. يأتوا بكذبات كثيرة على المسلمين. كبيرو جي ويجي مانجين مفوي ويجي. يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. يندو جي واجي مليان بيجي أوت إسلام. يقول أن أهل الإسلام يعبد الجن. أهل الإسلام يقول من يعبد الجن هو كافر كفرا أكبر. يندو جي واجي نجي إسلام لا مجيني تونغ أتمنى ما لا مجيني إن كفيري أو كنجي إسلام.